ما بيافا ما يقولوا عليها كنيسي يعني انت مش من حقك تبني مضيفة ولا كنيسي ما عايزين نمشي معنا التصريح على فكرة لا يقول مش من حق واحد مسيحي يقول اي كلمة عن المسيحي خالص من فضلك من بارح الحكومة في البلد حوالي ما يقل عن 100 عربية ما خدوش ولا واحد ما قبضوش على طفل صغير على مين بعد طفل صغير عنده شيء هي اللي جاي بعد كده هي خدوهم سابوه الدور على مين هي المطلوب بعد كده لو كنت حرق ولا في البيوت تمام عايزين يشوفوا الترتيب بعد كده مدير الامن جه تمام جميع الجهات المدنيه تشرفتكم بالحضور امبارح وجه النهارده شرفتكم عمل ايه شرفتكم بالحضور وعمل ايه شايفه يعني ده اثر حرق ده الحرق وده الحرق يعني هو الغرض بس استنى بس كده اوعى يعني هو الغرض دلوقتي كان الغرض الرئيسي سبت المواشي انهم يطلعوا الدور سبت المواشي ده غير اللي اتسرق فعلا غير اللي اتاخد بلغ لا لا ما بلغتش ليه خايف منهم لو بلغت هتهم طبعا اقول لك انت يعني بلغت يعني خايف تتهم خايف هتهم واحد يودونا السجن يودونا السجن على طول يا اخي يسرقوا زرعيات هيودونا السجن في ضابط كبير من هنا من البلد من عيله من العائلات امن دوله اللي انا اسمعه اسمه طارق رسلان صح؟ اللي عايز يقول يقول اللي عاوز يقول يقول ايوه طيب وهو اللي بيطلعهم هو اللي بيطلعهم طيب يطلعهم تمام كلام جميل بيخدم قرايبه لكن يخدمهم لما يبقوا مجرمين مسندين وعم يقول لهم اعملوا وانا معاكم بيقول لهم اعملوا وانا معاكم البلد زعلانين انتوا اللي اتصلتوا طب ما انتوا اللي ابتديتوا طب العادل انك تتضرب وما تتكلمش يعني هم عايزين كده عايزين احنا نسيب لهم البلد ونمشي هم ياخدوها لوحدهم كده هي الكنيسة دي بتاعتنا مقفولة تقريبا من حوالي 15 سنة والكنيسة دي مفتوحة أكثر من 50 سنة وكنا طلعنا لقيناها موجودة عندنا نحن بنصلي فيها كنيسة الملك ميخائيل وفجأة اتقفلت فأطفالنا بتصلي برا حالين ما لقيناش مكان نصلي فيه بس فمحتاجين هذه نصلي فيها احنا وأولادنا اسمك ايه؟ سميرة محمد رزق سميرة محمد؟ رزق طيب يا حاجة كان هنا في كنيسة دي كانت مفتوحة ولا هي مقفولة من زمان؟ لا كانت مفتوحة يا ولدي كانت مفتوحة وتغيب كان النور بعد ما قفلوها كنا نطلع بالليل يعني نركب يعني في الليل نلقى النور قايد فيها فالصبح نقوم طفي نور ايه طيب؟ نور اخضر هي مقفولة ايوه مقفولة ما فيهاش حاجة ما حدش بيخش ولا حاجة مقفولة بس طب مين قفلها يا حاجة؟ مين قفلها؟ والله ما اعلمش حد اللي قفلها. احنا بس قفلوها على ولدي. ليه كده قالوا قفلوها؟ ما اعترفش يعني اللي قفلها مين. بس قبل ما تقفل كانت مفتوحة وكانت شغالة صلوات وشغالة. فيها صلوات وفيها كل حاجة وصور ونجف فيها كل حاجة كانت عمرانة. طب انت حاجة كان ناس هنا مسلمين في بلد. تحبوا كده مفتوحة ولا تبقى مقفولة؟ لا تبقى مفتوحة. لا دي وانا صار نظافة لينا وليهم وللكل وشبابنا ده بنروح البلاد يتلم في بلدنا. يعني دلوقتي الكنيسة دلوقتي بقت منقة زبالة. الكنيسة دلوقتي منقة زبالة. ما الزبالة دي ضلوها من فوق. كنسوها ضلوها من فوق. فاهم قصدك يا حاجة. ماشي يا حاجة. بس حاجة انت شايف ان انتوا هنا كمسيحيين ومسلمين في هذا المكان مستعدين هيك مفتوحة مستعدين تتفتح النهارده قبل بكرة النهارده قبل بكرة النهارده قبل بكرة ادعي حاجة حاجة بقى ادعي بقى كده ادعي تتفتح يا حاجة كده ايه؟ بدعي والله العظيم بدعي واقول يا رب يفتح عشان الله يعذر ام النور تكون معانا امين يا رب ايه بقى الحاجات انت فاكراها زمان ايام لما كانت الكنيسه مفتوحه فاكر ايه زمان كان بيتم او بيحصل فاكره كانت كويسه ومظبوطه وبتشتغل فيها ابونا القمص ابونا كله كان اب كاهن يعني ابونا مرقص ابونا مرقص وبعد ما يخلصوا يطلع يخبط على بابنا اللي فينا القربانه هو مندس في فخري وكنا عاملين زيرين نعبوهم للناس اللي تطلع صايمه في الخمسين الايام الاخرامية في الايام الاخرامية يطلعوا بالكوازة عبي واسقيهم عبي واسقيهم وهو كلهم موجودين يعني ويشهدوا صح لا حقيقة ماشي يا حاجة شكرا ده في بعض الاحيان جاني مسؤول بيقول لي احنا بندادوا عليكم في كنيسه تعملوها عندنا كنيسه بالنسبه لينا عاره ايوه ده جزء من السور اللي اتهدم من الدير ومش عايزين يبنوه صح؟ لا هو صدق قرار بيه
لسه للتنفيذ. مفيش تنفيذ يعني. بصوا الجبل اهو، اكيد الجبل في منطقة زي دي هيكون ملجأ للمجرمين، والقطاع الطرق وكل حاجة سيئة. وادي سور الدير، ما يعني ممكن اي طفل صغير ممكن يطلعوا، يعني مش عايزين يعلوا السور، فممكن ده يعرضهم لمشاكل كمان من مشاكل اللي هم الناس المجرمه، لان السور زي ما انتم شايفين كده السور واطي جدا، ممكن ان هم يوصلوه بسهوله جدا، يعني مش هيحتاجوا مجهود. وزي ما ذكر اوتسابونا ان معبد حتشبسوت لما حصلت فيه مشكله قالوا ان هم موجودين في المنطقه دي، يعني اذا هي منطقه غير امنه وطبيعتها ممكن تفرض وجود مجرمين يحتموا فيها. احنا كنا في الجزء الشمال من السور بتاع الدير، زي ما شفتوا قد ايه هو واطي، مش عالي، والجبل قدامه ممكن يعرضهم لخطر الارهابيين والمجرمين. كمان عايز اقول ان لو هو ما عرفش يتسلق هذا السور، بسيطه جدا، في حل تاني ان السور من هنا واقع ومش ما يصلحش ترميمه، عشان يمثل تقريبا خطوره امنيه او ما الى ذلك، يعني زي ما بيقولوا. فممكن يلاقي ببساطه جدا ما قدرش يطلع السور، ادي حته هي واقعه وما ترممتش هيدخل منها. هي اغلقت الكنيسه سنه 81 ايام الرئيس السادات، وفي فترة التحفظ اللي كانت على رجال الكنيسة، واعتبروها دواعي امنية، وحتى الان ما زلنا بنعاني منها. يعني حتى اذا كان الاخوه المسلمين اللي هم بجوار الكنيسة في مرة اعطونا موافقة ان احنا لا مانع من فتح الكنيسة، منهم عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى، لكن ما زالت برضو في دواعي أمنية عقبة في الطريق. بعد ما وقفين لنا هو ثلاث أخر الشارع، البلد كلها وفروع الدقون كلها بقى السنيين كلها قالوا ده مش لازم يقعد هنا في الحتة، ومش لازم حد، مش عايزين حد مسيحي أصلا في الحتة، عايزين ينظفوها. وبرضه كذا واحدة من اللي هم حارين البنات اللي هم لابسين نقاب دول يقولوا ايه، احمدوا ربنا ان انتوا عايشين في وسطنا. احمدوا ربنا ان انتوا عايشين هنا في وسطنا. رحتوا بقى كسروا الشبابيك وكسروا الشيش وكسروا الازاز، ويقولوا وقعدوا يقولوا بعيد اسمهم، وحرقوا بيوت الكفرة، احنا مش عايزينهم هنا. كنت هنا بره بسكار. وبعدين ايه اللي حصل؟ بعد ما سلموا راح حذفوا عليته، وراح قالوا له انت ليه كده؟ وبعدين؟ نزل بابا بالليل راحوا ضاربينه كلهم بيتلموا عليه. اشكروا مين الناس دي؟ كذا مرة اتلموا عليه. كان اسمه مين الناس دي؟ طب شكلهم ايه؟ كانوا بتقول. انت عرفتهم؟ يعني انت لو مثلا جينا وقلنا لك كلنا الناس دي تعرف كلهم منها؟ طب انت عارف حد منهم اسمه حد منهم؟ اسمه ايه؟ عبد الله وعادل والشيخ ماهر والشيخ منى. واتعور ساعتها؟ اتعور في ايه؟ ضربوه بالسيوف وعوروه في عينه وضربوه بالمريات. ايوه ايه تاني؟ بعد ما طلع مليم توفى. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ ونحن اليوم أمام أحد الأمثلة النادرة في مجتمعنا التي اتخذت موقفا ضد التمييز، وهو الأستاذ الدكتور سالم أحمد سلام، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا. أهلا بك يا دكتور في موقعنا كورتس يونايتد. بداية نريد أن نعرف من سيرتكم لماذا قدمت استقالتك؟ الحقيقة أنا اتقدمت باستقالة مسببة لعميد كلية طب جامعة المنيا والرئيس جامعة المنيا بسبب اضطهاد تصورته، أو يعني بقول إن أنا عندي ما يثبته، ضد باحثة اسمها الدكتورة ميرا ماهر رؤوف، تعرضت لمشاكل لمنع تعيينها في وظيفة مدرس مساعد في قسم طب الأطفال في جامعة المنيا، ومعتقد انه هي تستحق الوظيفة دي.